السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة شوف تليفات البث المباشر مباشرة من مقاطعة العيايدة بسالة. في هذه اللحظات تتم انتخاب الرئيس مجلس مقاطعة العيايدة. كما تشوفوا الظروف تتم في أجواء عادية، ترجمة
هذا كل واحد كنت يدير بوحدو Thank you.
تقدم وازدهار ورخاء هذا البلد الحر الأمين في ظل ارتباط راسخ ووثيق بين العرش والشعب. وإننا يا مولاي أطال الله في عمركم وسدد خطاكم إذ نتابع بكل شغف وتطلع نحو المستقبل الزاهر كل خطواتكم السديدة ومبادراتكم الخلاقة الرامية إلى تحقيق كل بوادر التنمية الشاملة والتوازن على جميع الأصعدة وإلى جعل المغرب الحبيب يتبوأ المكانة اللائقة به بين مصاف الدول الصاعدة لنزداد فخرا بمغربيتنا واعتزازا بما تحقق لنا من أمن واستقرار وعدالة اجتماعية وحريات وحقوق. ونجدد العهد لأننا سنظل دوما جنودا مجندين وراء جلالتكم ومسترخصين أرواحنا وكل غال ونفيس من أجل ترسيخ المواثيق التي ظلت وستظل تربط الشعب المغربي بالدوحة العلوية الشريفة والدفاع المستميت والتلقائي عن سيادة الوطن ووحدته الترابية من طنجة إلى القويرة. دمتم يا مولاي ذخرا وملاذا للوطن والدين وصانعا لأنجاز وحرية واستقلال وحرية واستقرار وتقدم هذا البلد الحر الكريم مشمولا بعون الله تعالى ووقوف وصمود هذا الشعب الأبي وراء جلالتكم في السراء والضراء ومقرور العينين بسمو ولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوكم السعيد الأمير الجليل مولاي رشيد
وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه بالدعاء جدير وبالاستجابة قدير. والسلام على المقام العالي لله ورحمته تعالى وبركاته. وحرر رسالة في الأربعاء 23 سبتمبر 2021 خادم الأعتاب الشريفة محمد السفياني رئيس مقاطعة بعيدة.